سيكون المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على موعد هام ومنعرج حاسم في تصفية المؤهلة لكأس العالم 2026، مباراة أوغندا والتي ستكون نقاطها بمثابة الرقم الذي سيكون حاسما في معادلة الطريق نحو المونديال. خسارة غير متوقعة أمام غينيا أخلطت حسابات الناخب الوطني بيتكوفيتش الذي أصبح مرغما على تحقيق الفوز في مباراة الجولة الرابعة. المحاربون ورغم أنهم لا يزالون في صدارة المجموعة بستة نقاط إلا أن مباراة أوغندا ستكون بشعار الفوز لمواصلة المشوار أو الدخول في دائرة الحسابات وانتظار نتائج المنافسين. زملاء عصام أندي والذين تنتظرهم مسؤولية كبيرة لتعويض الخسارة وإسعاد الجماهير التي خرجت خائبة من الخسارة الماضية. إذن هو لقاء يحتاج إلى العزيمة والإرادة، والجرينتا الجزائرية فوق أرضية ملعب نيلسون مانديلا بكامبالا التي ستكون بمثابة أحد أصعب الاختبارات التي لابد أن يخرج منها المحاربون بنتيجة إيجابية تبقي على حظوظهم للتأهل إلى المونديال. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.